حلقتنا النهاردة هتكون بخصوص دروس اليوتيوب بالترتيب. أغلب الناس طلبوا مني يا ريت يا أستاذ مجدي تعمل لنا قائمة تشغيل. الهدف منها إن أنا أدور على الفيديو بشكل سريع جدا بدل ما أخش على قناة عندك وأقعد فترة طويلة ومش عارف أوصل للفيديو. فالقائمة دي لكل منشئ محتوى مبتدئ، وغير كده كمان لو أنت بقالك فترة كبيرة في اليوتيوب صدقني هتستفيد من القائمة دي جدا. هسيبها لك في أول تعليق مثبت وكذلك في علامة الأي. قبل ما تنتقل لقائمة التشغيل اتفرج على الفيديو للآخر عشان في حاجات مهمة جدا لازم تعرفها. فلو يهمك الفيديو خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مجدي عبد الغفار، يا رب دايما تكونوا بخير. في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لو انت مبتدئ اتفرج على القائمة دي كلها، لو انت بقالك فترة كبيرة في اليوتيوب خش عليها وشوف الحاجة اللي ناقصاك ايه وتعلمها. طيب القائمة دي هتبقى مكونة من ايه؟ نفترض انت عايز تعرف ازاي تعمل جيميل للقناة، ازاي تعمل قناة يوتيوب، ازاي تعمل غلاف للقناة، وازاي تضيف الغلاف روابط التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك والتويتر والانستغرام او لو عندك قناة تانية. في حين ان انت لما بتضيف الحاجات دي في الغلاف بتاع القناة بتبقى موجودة بعد كده في قسم لمحة عن القناة. طب ازاي مثلا اعمل اعدادات تلقائية للتحميل؟ يعني ايه؟ يعني مثلا انا برفع فيديو على اليوتيوب، انا مش عايز كل ما ارفع فيديو اخش على صندوق الوصف واكتب رابط قناتي التانية او اكتب مثلا مواقع التواصل الاجتماعي او نفترض اكتب لينكات لفيديوهات متعلقة بنفس الفيديو اللي انا بشرحه. انا عايز الحاجة دي تكون ثابتة، دي اسمها اعدادات تلقائية للتحميل. برضو الحاجة دي موجودة في القائمة اللي انا عاملها لك. طب عايز اعرف ازاي اعمل علامة مائية او علامة تجارية لفيديوهاتي. العلامة المائية دي بتبقى موجودة في الفيديو كله، في حين لما حد يقف عليها كده يظهر له كلمة اشتراك، دي اسمها علامة مائية، برضو موجود الشرح بتاعها في القائمة دي. انت عايز تعرف ازاي تحمل فيديو في الاستوديو الجديد، عشان ناس كتير لحد دلوقتي بتعاني من مشكلة الاستوديو الجديد ومش فاهمين فيه اي حاجة. ازاي تحمل فيديو، ازاي تكتب عنوان، ازاي تكتب صندوق وصف، ازاي مثلا تضيف كلمات مفتاحية اللي هي الكلمات الدلالية، وازاي تعمل صورة مصغرة والمقاس بتاعها قد ايه، كل ده موجود في القائمة دي. طب نفترض دلوقتي الحمد لله القناة بتاعتك حققت الشروط اللي هو 1000 مشترك وال 4000 ساعة. في شرط جديد اتضاف عشان القناة بتاعتك تتقبل في جوجل ادسنس، ان انت لازم تفعل التحقق بخطوتين. يعني ايه التحقق بخطوتين؟ يعني مثلا ممكن يكون في حد معاه جيميل والباسورد بتاع قناتك، لما يجي يدخل مش هيعرف يخش، هيجي له رساله كده، هيجي لك انت رساله على التليفون، هل انت من تريد تسجيل الدخول؟ فلو انت فعلا اللي بتعمل تسجيل دخول هتدوس على نعم، لكن لو حد غريب هتدوس على لا. دي اسمها التحقق بخطوتين. اليوتيوب ضافها كشرط اساسي لقبول القناه في جوجل ادسنس عشان خاطر في قنوات كتير قوي بقت بتتسرق. فانا بنصحك انت خلاص اتعلمت كل شيء، يبقى لازم برضه تحمي القناه بتاعتك من السرقه. وفي كذا طريقه او كذا وسيله تقدر تستخدمها لحمايه قناتك من السرقه، يا اما من خلال التحقق بخطوتين برقم تليفونك، او من خلال ابلكيشن اسمه اداه المصادقه، او من خلال ان انت تعمل تنزيل للرموز الاحتياطيه. الرموز الاحتياطيه دي عباره عن كلمه سر بتخليها على جنب. نفترض انت معاك الجيميل ونسيت كلمه السر بتاع الجيميل بتاعك، تقدر تخش على القناه بتاعتك من خلال الرمز الاحتياطي. واخيرا تقدر برضه تحمي كل حساباتك من السرقه والاختراق من خلال مفتاح الامان. المفتاح ده تقدر تشتريه من امازون، في منه انواع بتكون للكمبيوتر فقط وفي منه انواع للكمبيوتر والموبايل، والنوع ده ممكن استخدمه للموبايل بس بيبقى في وصله بحطها هنا عشان خاطر السوكت بتاعها يمشي مع الموبايل. المفتاح ده ما يعادل 800 جنيه مصري، يعني 50 دولار. لو عايز شرح تفصيلي للمفتاح ده برضه موجود في قائمه التشغيل اللي انا عملتها لك. طيب دلوقتي احنا عملنا القناه، حمينا القناه من السرقه، فهمنا ازاي نحمل فيديو على القناه وازاي نعمل صوره مصغره. هنيجي بقى على خلاص بقى عندنا 1000 مشترك وحققنا ال 4000 ساعه مشاهده. هنربط القناه بجوجل ادسنس اللي هو عباره عن ايه؟ الاعلانات اللي بتظهر على الفيديوهات بتاعتي. الاعلانات دي اسمها اعلانات جوجل ادسنس. انا دلوقتي بعمل حساب على ادسنس وبربطه بالقناه. بعد ما عملت الحساب وربطته بالقناه والقناه دخلت مراجعه اتقبلت الحمد لله وظهر عليها الاعلانات وقال لك تهانينا ان القناه اتقبلت، هتحتاج بعد كده تحط الاعلانات على الفيديو. نفس النظام، كل ده موجود في قائمة التشغيل، وبرضه في فيديو بشرح لك فيه أفضل وقت لوضع الإعلان عشان لما الإعلانات تتحط على الفيديو تظهر كلها. خلاص القناة بتاعتك بقت مفعلة ربح، هتلاقي الأرباح بسيطة، فأنت عايز بقى تجيب مشاهدات وتجيب اشتراكات وتتصدى بنتائج البحث. فعشان كده أنا برضه ضايف لك في القائمة دي إزاي تفهم إحصائيات قناتك، إزاي تعرف تضيف شاشة نهاية وتضيف بطاقات، في حين إن شاشة النهاية والبطاقات هي أساس عشان لو أنت عندك أي فيديو واقع في القناة من خلال شاشة النهاية والبطاقات تقدر تعلي الفيديو ده بشكل سريع جدا. في برضو مجموعة من اضافات، عايز تضيف موسيقى، عايز مثلا تضيف كلمة اشتراك اللي انتوا بتشوفوها في فيديوهاتي. وغير كده كمان خلاف على ذلك، لو انت عندك اي استفسار في اي شيء اكتب تعليق تحت الفيديو بالمشكلة اللي انت عايزها وانا هبعت لك الرابط بتاعها.
غير كده كمان ممكن اوفر عليك من الوقت، هتخش على القناة بتاعتي هتلاقي في قوائم تشغيل. عايز حاجة خاصة باليوتيوب، حاجة خاصة بجوجل ادسنس، حاجة خاصة بجوجل ادورد، كل حاجة موجودة عندي في القناة بشكل منظم. دورك ان انت هتبحث بس، او ممكن تخش في جوجل او في سيرش يوتيوب، تكتب في السيرش السؤال اللي انت عايزه زائد دروس مجدي. مثال بسيط، كيفية تصدر نتائج البحث في قناة دروس مجدي، شرح مثلا ميزة الاذونات في قناة دروس مجدي، اكتب كده في سيرش جوجل او يوتيوب هظهر لك بشكل سريع جدا. وبس، اتمنى من كل الناس تعمل شير للفيديو بتاع النهاردة، والقائمة التشغيل اللي انا هسيبها لك في اول تعليق مثبت وكذلك في علامة الاي، وهسيبها لك برضه في شاشة النهاية. القائمة دي هتوفر عليك وقت كبير جدا، سواء كنت مبتدئ ابدأ بالقائمة دي، او انت بقالك فترة كبيرة في اليوتيوب، اتمنى ان انت تاخد القائمة دي وتضيفها عندك في المنتدى بتاعك، وساعد كل الناس عشان خاطر في ناس كتير تايهة في البداية، فانت بدل ما تخليه يقعد سنة سنتين على ما يتعلم، انت وفرت له كل حاجة في فيديو واحد وبس كده. لو عندك اي استفسار سيب تعليق تحت الفيديو ان شاء الله هرد عليك. لو انت زائر جديد في القناة اتمنى ان انت تشترك وتفعل جرس الاشعارات للكل، عشان لو نزلت اي فيديو جديد يجيلك اشعار بالفيديو اللي جاي. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.